يوم جديد وان شاء الله يكون يوم سعيد على كل حضراتكم. صباح الفل عليكم واهلا بكم جميعا في بدايه حلقه جديده، حلقه نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وان شاء الله حضراتكم تسعدوا وتستمتعوا معانا في حلقه النهارده اللي هتكون كالعاده مليانه اخبار، وبالاضافه ليها هيكون كمان عندنا فقره في منتهى الاهميه، النوستالجيا اللطيفه اللي هنستعيد من خلالها الامجاد بقى زمن الكوره الجميل. طبعا ان شاء الله ده كله هيكون الى جانب الاستضافات، وان شاء الله حضراتكم تستمتعوا معانا في حلقه النهارده. صباح الفل عليكم. صباح الفل عليكم. صباح الخير والفل عليك يا كريم. صباح الخير على حضراتكم. اخر الاسبوع 11/11/2020 يوم الاربعاء، زي ما كريم قال كده دايما بيكون معانا افكار جديده واخبار جديده وضيوف جداد. النهارده معانا فقرتين، فقره منهم اللي احنا بنحب دايما تكون معانا كمان الفقره الحواريه اللي هي عن التغذيه. حضراتكم ابعتوا لنا برده كل اسئلتكم، ان احنا هنستغل وجود دكتور انجي أبو زيد معانا أخصائية التغذية العلاجية، ونسألها أي سؤال حضراتكم حابين يعني تستفسروا عنه. دي هتبقى الفقرة الأخيرة. الفقرة الأولى بقى هيبقى معانا كابتن أمير وجيه، هو بطل مصر والعالم في الاسكواش سابقا، بس هنتكلم معاه بقى عن لعبة الاسكواش وهذه الرياضة اللي مصر متألقة فيها كمان عالميا بشكل كبير جدا، فهتبقى إن شاء الله حلقة حلوة. هنبدأ طبعا برضو أخبارنا زي ما احنا متعودين بالأهلي. اللي حصل كالآتي: الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني قرر أنه يمنح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة من التدريبات على أن يستأنفوا استعداداتهم غدا بإذن الله. امبارح اشتمل التمرين على جانب بدني، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية اللي بيرغب في تنفيذها خلال المباريات الرسمية في الفترة القادمة إن شاء الله. طبعا الجهاز الفني كان صعد مجموعة من الناشئين في ظل غياب اللاعبين الدوليين لمنحهم فرصة للمشاركة خلال الفترة القادمة. علي لطفي بقى حارس الأهلي هيخضع لفحص طبي بكرة قبل المران، ده تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، علشان يطمنوا على حالته بعد طبعا تعرضه لإصابة بسيطة كانت خلال مشاركته في التدريبات. كمان كريم نادفيد لاعب الفريق بدأ في تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري الخفيف حول الملعب، ده وفقا طبعا لبرنامجه العلاجي والتأهيلي بعد خضوعه لجراحة في الركبة لتجهيزه برضه للعودة من جديد والمشاركة في المران الجماعي. طيب خليني اقول لحضراتكم حاجه، اقول لكريم برضو، لان احنا امبارح بنتكلم على الطقس، يعني احنا امبارح كنا بنقول ازاي مصر فيها كل درجات الحراره اللي تتخيلها، يعني انت عايز في شهر 11 تنزل البحر او البسين تقدر تيجي مصر، عايز تحس باجواء يعني فيها نوع من البروده تقدر تيجي تروح اسكندريه، وبرضو القاهره بالليل بتبقى لطيفه، عندك كل الاجواء موجوده، يعني الفاصل السنه كلها موجوده في مصر في اي وقت، فدي حاجه يمكن نعمه ربنا اداها لنا. بمناسبه اللي احنا النقطه دي اللي ذكرناها امبارح، واحده صاحبتي بس هي المانيه، هي كانت عايشه هنا بتدرس جامعه ورجعت بعد كده يا كريم، فكانت امبارح بتبعت لي بتقول لي شافت الحته دي بس على اليوتيوب الجزئيه دي، يعني بتقول لي انا بجد اي مس اكتر حاجه يعني وحشاها في مصر هو الجو الحلو بتاعنا. أكيد. لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين اوروبا جوها مختلف تماما وبالذات في الشتاء يعني بيبقى صعب جدا، لكن هي من اكتر حاجات اللي كانت بتقول لي بجد ليكوا حق امبارح النقطه اللي انتوا اتكلمتوا فيها، من اكتر الحاجات اللي وحشاني في مصر هي جوها الحلو. هي ليها حق ان يوحشها الجو الحلو، لان كمان البرد عندهم من الصنف اللي يدخل على العظم عدل مهما تقلي. احنا عندنا في مصر طبعا في الشتاء بيبقى فيه درجات حراره منخفضه، الجو بيكون يعني برد جدا، ولكن بردنا برده من النوع اللي مقدور عليه، لما بتقفزي زي ما بنقول كده خلاص الموضوع بينتهي. هم عندهم البرد اعوذ بالله حاجه صعبه جدا. بس يعني بجد نعمه ان يبقى عندك فصول للسنه الاربعه في يعني اي وقت في مصر او في بلدك موجوده، فدي حاجه جميله. نروح بقى دلوقتي واخر اخبار النادي الاهلي في الفرق الرياضيه والانشطه مع مينا ماهر مراسل قناه الاهلي من مقر النادي بالجزيره. مينا بنرحب بيك في البدايه في 10 الصبح في الاهلي، وطلعنا كده ما لديك من اخبار النادي، اتفضل. يا صباح الخير يا روان، صباح الخير يا كريم، صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وإطلالة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي من هنا من نادي الأهلي بالجزيرة، يعني هكون معاكم على مدار اليوم عشان يعني أقول لكم على الأخبار والكواليس للنادي الأهلي هنا بالجزيرة وأيضا جميع الفرق الرياضية. طبعا بوجودي في النادي يعني لاحظت وجود بعض من أعضاء النادي الأهلي كبار السن، يعني بيحبوا ييجوا النادي في الساعات الأولى من اليوم ليه يمارسوا الرياضة ويستمتعوا بالجو، يعني الجو في نسمة هواء ساعة شوية، يمكن درجة الحرارة حوالي 22، لكن ده ما منعش الأعضاء إن هم ييجوا هنا مقر النادي بالجزيرة. يمكن كمان الطرق المؤدية للنادي، طريق المعتاد من هليوبلس للزمالك هنا، يمكن بعدي على صلاح سالم كوبري أكتوبر، كل ده في سلاسة مرورية كبيرة
جدا، لكن يعني من المتوقع بيكون في بعض الكثافات على كوبري اكتوبر يعني على مدار اليوم. كمان عايز اقول ان الجو الساقع ما منعش فرق السباحه بنادي الاهلي ان هم يمارسوا التدريبات الخاصه اليوميه. يمكن التدريبات بتبدا حوالي الساعه 5 الصبح، بتنتهي على حوالي الساعه 1 مساء، فدي بصراحه يعني بتبقى تدريبات قويه جدا من الصباح حتى الظهر. نروح بقى لأخبار الفريق الأول لكرة القدم. يعني استكمالاً لكلامكم بارح، كان في تدريب على ملعب مختار التتش، يعني يمكن حرص كوتش موسيماني على الاجتماع باللاعبين وتحديد بعض المهام التكتيكية، يعني ده بعد فقرة الأحمال البدنية اللي أدى بها الفريق. بصراحة كانت فقرة قوية جداً، وبعدها كان في تقسيمة طويلة جداً لفريق النادي الأهلي. يمكن كوتش موسيماني وقف التقسيمة أكثر من مرة، بيدي اللاعبين توجيهات خاصة لكل لاعب، كمان هو طالب جمل معينة محددة واضحة وصريحة طالب اللاعبين يحفظوها، فهو بصراحة ركز بشكل كبير جدا على الجمل دي الفترة دي. ده طبعا ضمن استعدادات فريق الكورة لنهائي بطولة أفريقيا يوم 27 أمام نادي الزمالك. يعني بأكد كلامكم، يعني تعرض علي لطفي لكدمة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، ويخضع إن شاء الله غدا لفحص طبي جديد وتحديد يعني فرص مشاركته في التمرين. ايضا ادى احمد الشيخ جلسه في الجيم، يعني جلسه خاصه وتدريبات منفرده ضمن البرنامج التاهيلي بعد تعرضه لكدمه في القدم. كمان انتظم حسين الشحات في المران الجماعي بعد تعفيه من الاصابه اللي اشتكى منها في العضله الخلفيه. يعني وعندنا خبر سار لجماهير النادي الاهلي ان كريم ندفد بعد غياب فترة كبيرة جدا امبارح كان في جلسة في الجيم، وبعد كده قام بالجري حوالين الملعب، يعني ده ضمن البرنامج التأهيلي الخاص باللاعب. خلاص خطوة كبيرة جدا، يمكن يعني اطمأن عليه الجهاز الطبي امبارح، وقف واتكلم معاه اطمأن على الحالة يعني الصحية اللاعب بعد تعرضه للإصابة. ويعني كمان الجهاز الطبي كان بيقول ان اللاعب الفترة اللي فاتت كان في تحسن كبير جدا جدا في يعني إصابة اللاعب، وإن شاء الله الفترة الجاية يرجع أحسن من الأول، وإن شاء الله نشوفه تاني في تدريبات الفريق الأول بالنادي الأهلي. نروح بقى لأخبار يعني الصلاة. يمكن شباب اليد مواليد 2000 حققوا فوز كبير على فريق سبورتينج بنتيجة 32-25 ضمن فعاليات دوري المرتبط. وأيضا شباب اليد 2004 حقق فوز على نادي هليوبلس بنتيجة 53-18، ده طبعا ضمن بطولة الجمهورية. أخيرا بنات الأهلي 2004 حققوا فوز يعني قوي على نادي سموحة به بنتيجة 38-32، ده ضمن فعاليات بطولة الجمهورية. دي كانت أخبارنا هنا وكواليسنا في النادي الأهلي بالجزيرة. لو في أي استفسارات أو أسئلة أنا معاكم على مدار اليوم. دمتم سالمين وعودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا زميلنا العزيز جدا مينا ماهر والمجتهد، كمان شكرا ليك على التغطية الجميلة دي عن أخبار النادي الأهلي. طيب ده كان فيما يتعلق بأخبار النادي الأهلي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. تعالوا بقى نروح عشان نتعرف وناخد مع بعض جولة صحفية في المواقع والصحف الرياضية محليا وعالميا مع الزميلة العزيزة روزان نصر مراسلة قناة النادي الأهلي من مقر جريدة الشروق. يا روزان صباح الفل عليكي، وطلي علينا بقى بأخبارك وعناوينك ومنشطاتك، اتفضلي. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير عليك يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني قبل طبعا ما ندخل في الأخبار بتاعتنا النهاردة، هنفكر المشاهدين كالعادة بجدول مباريات النهاردة الأربع 11 نوفمبر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ليبيا مع غينيا الاستوائية في تمام الساعة 9 مساء، كينيا مع جزر القمر في تمام الساعة 6 مساء، أوغندا مع جنوب السودان في تمام الساعة 3 عصرا. أما المباريات الودية النهاردة، فرنسا مع فنلندا في الساعة 10 مساء، هولندا وإسبانيا في الساعة 10 إلى ربع مساء، ألمانيا والتشيك في الساعة 8 مساء. أول خبر من جريدة الشروق، وزير الرياضة يدعم المنتخب قبل مباراتي توجو بتصفيات أمم إفريقيا. شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تدريب المنتخب الوطني الأول بحضور اللجنة الخماسية
المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في إطار استعدادات المنتخب الأولى لمباراتي توجو ذهابا وإيابا، والمقرر لها يومي 14 و17 نوفمبر الجاري بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. وخلال اللقاء أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، وطبعا يعني حثهم على بذل أقصى جهد خلال المباريات الإفريقية للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية القادمة، مؤكدا دعم القيادة السياسية لحظة بلحظة لكافة المنتخبات الوطنية. من موقع اليوم السابع، الاتحاد السكندري يسابق الزمن للتعاقد مع مهاجم ومساك قبل إرسال القائمة الأولى. يسابق نادي الاتحاد السكندري الزمن لتدعيم قائمته قبل 24 ساعة من إرسال القائمة الأولى بعدما استقر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على ضم مهاجم وقلب دفاع في الوقت الذي لم يتوصل فيه النادي لاتفاق مع ضم أي مهاجم إلى الآن. وعلى الرغم من تداول الأخبار على اقتراب أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المنتهية إعارته مع الجونة، إلى أن محمد مصلحي رئيس النادي أكد لموقع اليوم السابع أن مهاجم المنتخب الأولمبي خارج حسابات النادي في الوقت الحالي. من موقع سوبر كورة، رسمياً اتحاد الكرة يقرر مد القيد ل 30 نوفمبر بسبب إفريقيا. قرر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مد فترة القيد المحلي ل 30 من شهر نوفمبر الجاري بدلا من 19 من الشهر نفسه، تماشيا مع رغبة الأندية وللتوافق كذلك مع موعد إغلاق القيد الإفريقي وانتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا. وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أصدر مجموعة من القرارات المتعلقة بقيد اللاعبين في قوائم الأندية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الجديد 2020-2021، وتتضمن مجموعة من الاستثناءات طبعا بسبب فيروس كورونا. كمان من موقع سوبر كورة، خبر عربي بيقول تنزانيا تستضيف تونس بحضور جماهيري. أعلن اتحاد تنزانيا لكرة القدم حضور الجماهير في مباراة المنتخب ضد نظيره التونسي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أمم إفريقيا، والمقررة طبعا يوم 17 من الشهر الجاري في دار السلام. وذكر اتحاد تنزانيا في بيان له أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق على حضور الجماهير في مباراة بنسبة 50% من طاقة استيعاب الملعب، وطبعا يلتقي المنتخبين قبل ذلك في مباراة أولى ضمن الجولة الثالثة من المنافسات يوم 13 نوفمبر في رادس دون حضور الجماهير بسبب فيروس كورونا. ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة برصيد 6 نقاط وخلفه كل من ليبيا وتنزانيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يأتي منتخب غينيا الاستوائية الترتيب بلا نقاط. نروح بقى لخبر عالمي من موقع كورة، أسانسيو أفضل لحظاتي لم تأتي بعد. أبدأ ماركو أسانسيو لاعب ريال مدريد المستدعى لقائمة إسبانيا بدلا من المصاب أنسو فاتي تفاؤله بتعافي ركبته اليسرى بعد أن أجرى فيها جراحة الرباط الصليبي التي أبعدته عن فريقه الموسم الماضي بالكامل تقريبا. وقال أسانسيو أثناء المؤتمر الصحفي عشية مواجهة هولندا الودية في أمستردام: أنا جاهز بنسبة 100% في الوقت الحالي، ولكنني أعلم أنني لم أعمل بعد لأفضل مستوى عندي. وحاول تطوره الحالي، أوضح أنه يشعر بأنه أفضل في كل مباراة وأنه متأكد من أن الأمور ستسير على ما يرام تدريجيا. وأخيرا من موقع في الجول، موراتا: سأشجع أتلتيكو دائما وأتوقع فوزه بالدوري لأنه أفضل من ريال مدريد وبرشلونة. قال موراتا مهاجم يوفنتوس أنه سيظل دائما مشجعا لأتلتيكو مدريد متمنيا فوزه بالدوري الإسباني، ومشيرا إلى أنه مستواه أفضل من ريال مدريد وبرشلونة في الوقت الحالي. وصرح اللاعب صاحب 28 عام خلال حوار صحفي: أنا ممتن لكل الفرق التي لعبت بها، لكنني ابن أتلتيكو مدريد وأمل أن يفوز بالدوري الإسباني لأن الفريق يلعب بشكل جيد جدا وأرى أنهم أفضل من ريال مدريد وبرشلونة. طبعا دي كانت أهم
وأبرز الأخبار هنا من موقع جريدة الشروق. شكرا لكم وعودة للاستوديو مرة ثانية. احنا بنشكرك شكرا جزيلا زميلة العزيزة روزان نصر، وكمان بنشكر زميلنا العزيز مينا ماهر. هنطلع فاصل ونرجع عشان انا ونهاوند هناخد حضراتكم فلاش باك رحلة عبر الزمان ونرجع بيكم لسنة 2001 تحديدا. فاصل ثم عودة العشرة الصبح في الأهلي. اتفضل. نروح بحضراتكم أنا وكريم مرة تانية، وحنكمل بقى الفقرة الأولى اللي هي الإخبارية. بس قبل ما أبدأ بالخبر اللي جاي، يعني عايزة أقول لحضراتكم أن أنا بحب أقرأ التعليقات يعني اللي بتيجي دايما. طبعا احنا هنعرضها في آخر الحلقة، بس بعض التعليقات اللي جات يعني عن التغذية، سؤال التغذية. واحدة بعتة بتقول: هو أنا ممكن أسأل الدكتورة إنجي إزاي ممكن ناكل وما نتخنش؟ يعني هو ده يا جماعة ده مش سؤال، هي دي أمنية بس. عايزة واحد ساحر، مش عايزة دكتور التغذية. يعني ما فيش حد ممكن إن هو يأكل وما يتخنش إلا لو أكل بقى حاجات معينة اللي هي المشوي، الحاجات المشوية والحاجات دي. بس فكرة يعني إيه؟ في ناس بيبقى عندها معدل حرق عالي زياده، وفي ناس بيبقى عندها مشاكل في غدد، مش عارف غدد درقيه. انا يعني طبعا مش فاهم قوي. في ناس بتاكل كتير وما بتتخنش لان عندهم نسبه الحرق كتيره، مش عارفين هم مين يعني. بس في ناس صح الحاجات دي بتتنذر، الحاجات دي بتتنذر. لا بس بجد النوعيه دي من البشر محظوظه، يعني تقعد تاكل 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 وما تتخنش، يعني احنا ما بنحسدش. المهم الحاجه الاكيده ان ما فيش حد عاجبه حاله، يعني لا اللي رفيع زي حالاتي عاجبه حاله، ولا اللي مليان شوية عاجبه حاله. هنعمل ايه بقى؟ على كل حال برضو مستنين انا وكريم يعني تعليقات حضراتكم. دكتور انجي ابو زيد اخصائي التغذيه العلاجيه هتكون معانا في اخر فقره. اي سؤال حضراتكم ان شاء الله هتبعتوه هنقدر ان احنا يعني نعرضه عليها. هنكمل بقى، ودلوقتي هنرجع لزمان والنوستالجيا، ونتكلم ان احنا الاربع اللي فات لو حضراتكم فاكرين اتكلمنا عن حكايه نهائي اول بطولتين لافريقيا للاهلي اللي كانت 82 و87. هنكمل بقى النهارده نوستالجيا الاهلي في بطولتين 2001 و2005. ده في نهائي بقى 2001 بداية اللي حقق النادي الأهلي لقبه على حساب هنا سان داونز الجنوب أفريقي. كانت مباراة الذهاب السبت يوم 8 ديسمبر في بريتوريا، ده عاصمة جنوب أفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 لو حضراتكم فاكرين. سجل هنا كامابا في الدقيقة 26 هدف سان داونز، وتعادل سيد عبد الحفيظ للأهلي في الدقيقة 58 من عمر اللقاء. أدار اللقاء ده تحكيميا كافي كاجا، وكان مانويل خوسيه وقتها المدير الفني للأهلي بدأ المباراة بالتشكيل. كان بيضم عصام الحضري، هادي خشبة، أبو المجد مصطفى، أحمد السيد، شادي محمد، أحمد أبو مسلم، سيد عبد الحفيظ، حسام غالي، صندي، علي ماهر، محمد فاروق، وشارك بدلاء وقتها وليد صلاح الدين وهشام حنفي وعلاء إبراهيم. وقتها لما خاد الأهلي دخل في هذه المباراة وخاض هذا اللقاء، كان فاز قبلها على ريال مدريد في مباراة ودية جمعتهم في صيف نفس العام بمناسبة تتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي. وقتها بالمناسبة كان ريال مدريد هو كمان نادي قرن في أوروبا، عشان كده جمهور جنوب أفريقيا كانوا بيقولوا على الفريق، على النادي الأهلي، إنه قاهر الريال مدريد. لعب الأهلي المباراة دي هو بيغيب عنه بعض لاعبيه، كان من ضمنهم وائل رياض شيتوس، وائل جمعة، وخالد ديبو، كانوا موقوفين في هذه المباراة، وإبراهيم سعيد ما كانش بيشارك نظرا لإصابته. وانتظرت جماهير الفريق في المطار وحملت كابتن سيد عبد الحفيظ على الأعناق. في لقاء الإياب بقى الأهلي يقرر أنه يعمل معسكر مغلق في الإسماعيلية علشان يستعد جيدا، وإقيمة مباراة العودة 21 ديسمبر باستاد القاهرة. ده كان بحضور وقتها 1000 متفرج، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة أحرزها خالد بيبو. دار المباراة تحكيميا كان طائم مغربي وقتها بقيادة عبد الرحيم العرجون، وحضر المباراة السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والكاميروني عيسى حياته رئيس الكاف. دفع مانويل خوسيه وقتها بتشكيله برضو كانت مكونه من عصام الحضري، ابراهيم سعيد، وائل جمعه، شادي محمد، احمد ابو مسلم، وابو المجد مصطفى، حسام غالي، وصنداي، سيد عبد الحفيظ، محمد فاروق، كلها اسامي يعني كبيره جدا وعظيمه زي ما احنا بنقول. خالد بيبو، وشارك بديلا وقتها برضو وليد صلاح الدين، وهاتي خشبه، وائل رياض. البطولة دي كانت الثانية في القرن الحادي والعشرين بعد بطولة كاس مصر اللي فاز بيها الأهلي في يونيو 2001. حصل الأهلي على $1,000,000 كمكافأة لفوزه بهذا اللقب، وحققت هذه المباراة مبلغ وقدره 970,000 جنيه من حصيلة بيع التذاكر، وده كان يعتبر ثاني أكبر إيراد في تاريخ كرة القدم المصرية بعد مباراة ريال مدريد اللي بلغت إيرادتها في هذا الزمان 1,300,000 جنيه.
اللي حصل كالاتي: كابتن خالد بيبو تسلم عقب المباراه جائزه الشركه المنظمه بالتعاون مع الكاف لافضل لاعب في هذه المباراه. كانت عباره عن ايه يا ست الكل؟ كانت عباره عن تلفزيون 20 بوصه. وخلال البطوله دي سجل النادي الاهلي 23 هدف واستقبلت شباكه 10 اهداف. والجدير بالذكر ان كابتن خالد بيبو سجل لوحده 6 اهداف من اجمالي الاهداف اللي تم تسجيلها. طيب نروح بقى لبطولة 2005 اللي حقق فيها برضو الأهلي وقتها لقب الرابع لدوري أبطال إفريقيا. ده كان على حساب نادي النجم الساحلي التونسي اللي منها انطلق الأهلي بقى في بطولة كأس العالم للأندية. دي كانت أول مرة. الفترة دي خلينا نقول إن ده بيتسمى كان العصر الذهبي حقيقي للأهلي. كان حصل طفرة في أدائه وكمان في النتائج ده تحت قيادة طبعا مانويل جوزيه. مباراة الذهاب أمام النجم الساحلي كانت 29 أكتوبر في الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية وانتهت بالتعادل السلبي. أدار المباراة تحكيميا وقتها عبد الرحيم العرجون أيضا، ودي كانت بقى تاني مرة بيدير لقاء للأهلي زي ما حصل في إياب نهائي 2001 زي ما لسه قايلين لحضراتكم. تشكيل الأهلي برضو وقتها كان عصام الحضري، أحمد السيد، عماد النحاس، وائل جمعة، إسام الشاطر، جيلبرتو، حسن مصطفى، محمد شوقي، محمد أبو تريكة، ومحمد بركات، عماد متعب، شارك كمان أسامة حسني كان بديل. الأهلي كمان قبل المباراة دي كان بيرغب في تحقيق رقم قياسي خاص به بعد ما وصل قبل المباراة لعدد 49 لقاء بدون هزيمة. ده كان في 15 شهر فقط. احنا بنتكلم على مباريات يعني محفورة فعلا في وجدان وفي ذاكرة كل محبي وكل عشاق النادي الأهلي. ده بالنسبة لمباراة الذهاب اللي نهاوند حكت لحضراتكم عليها. فيما يتعلق بقى بمباراة الإياب، أقيمت يوم 12 نوفمبر في ملعب الكلية الحربية بحضور 25,000 متفرج تقريبا. طبعا الفترة دي كانت مصر بتستعد لاستضافة أمم إفريقيا 2006 وكان استاد القاهرة وقتها مغلق للصيانة. فاز الأهلي في مباراة الإياب بثلاثية سجلها محمد أبو تريكة في الدقيقة 19 وأسامة حسني في الدقيقة 52 ومحمد بركات في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء. ابتدى الأهلي بتشكيل مكون من عصام الحضري لحراسة المرمى، عماد النحاس، أحمد السيد، وائل جمعة، جيلبرتو، محمد شوقي، حسن مصطفى، محمد بركات، محمد أبو تريكة، أسامة حسني، عماد متعب. والبدلاء كانوا محمد عبد الوهاب، إسلام الشاطر، حسام عاشور، وكمان أدار المباراة طاقم حكام من بوركينا فاسو. برضو من ضمن الحاجات اللي ما تتنسيش ان استخدمت إدارة النادي الأهلي مذيع للتحدث بثلاث لغات في ملعب الكلية الحربية وهي العربية والإنجليزية والفرنسية. وطبعا هذا الأمر كان بيعتبر غير مسبوق، ده بيحصل للمرة الأولى. وحقق الأهلي رقم قياسي بعدم الخسارة طيلة 52 مباراة، وحصل النادي الأهلي على مليوني دولار كمكافأة. خلال البطولة دي سجل النادي الأهلي 23 هدف واستقبلت شباكه 5 أهداف، وتصدر محمد بركات قائمة هدافي البطولة ب7 أهداف، يليه عماد متعب برصيد 6 أهداف. أنا من الناس وأكيد كلنا بنبقى مبسوطين كده وإحنا بنرجع وبنفتكر الأيام الجميلة والبطولات الجميلة واللعيبة الرائعة اللي كانت موجودة عندنا طبعاً. يعني محمد بركات كمان من اللعيبة اللي أنا بحبهم جدا، شادي محمد، كلهم كان ليهم برضو وزن كبير قوي في الملعب. يعني كنت بتتفرج صح بتتفرج على كورة وبتستمتع حقيقي. ف بصي الجماهير عامله ازاي يا نهاوند، بصي في يعني زمن جميل جدا كرويا ومرحله مضيئه جدا من تاريخ النادي الاهلي الحقيقه. ان شاء الله نتمنى عوده الجماهير، لان يعني دي روح الكوره، دي روح الكوره، لازم يكون في جماهير. ان شاء الله يكون في عوده قريبه يعني، ونسعد اكيد كلنا بالماتشات اللي هتتلعب وكمان بالفوز لفريقنا وبافريقيا ان شاء الله. طيب هنروح بقى من اخبار النادي الاهلي والنوستالجيا لخبر تاني وهو خبر انساني. هنا الفرنسي براين سومار ده لاعب فريق دوري الدرجه الثانيه الفرنسي لكره القدم. عمل ايه؟ هو دعا في لفته انسانيه رائعه المحتاجين للطعام ان هم ما يترددوش في مراسلته على الخاص ومن دون كمان خجل عشان يقدر ان هو يساعدهم. كتب بالظبط كده براين اللي هو عنده 21 سنة على تويتر، قال في لفتة جميلة ومثيرة للدهشة، أقول إن لم يكن لديك عمل وطعام في الوضع الحالي الذي نحن فيه جميعا، فلا تتردد في الكتابة إلي في رسائل خاصة، المكرونة والرز والبيض والحليب في أو أي شيء حتى آخر يمكنني أن أقدمه لكم. لا تذهب إلى الفراش جائعا وخاصة الأطفال. عند المساعدة يبقى الأمر بيني وبينك وبين الله، لا أحد سيعرف، لذلك لا تخجل واتصل بي
إذا لازم الأمر. يعني طبعا لفتة جميلة. وخلينا نقول برضو أن براين ده كان بيلعب في الموسم الماضي في صفوف ديجوندا في دور الدرجة الأولى الفرنسية أو الفرنسي، فلفتة حلوة منه. دايما إحنا بنقول أن لازم أنت كشخصية عامة تكون بتقدم نوع يعني في حاجة خدمية للمجتمع، لأنك بتكون قدوة، فحاجة زي كده أعتقد حاجة يعني محترمة جدا جدا جدا، وخصوصا في الفترة اللي احنا فيها. هو لامس بنفسه قد ايه ان في ناس تعبانة وفي ناس مش لاقية تاكل، يعني طبعا شيء محترم جدا منه. تعالوا بقى ناخدكم في لمنطقة تانية خالص. تضمنت رزنامة عام 2021 لسيارات فورمولا 1 رقم قياسي الحقيقة من السباقات، هيبلغ 23 سباق مختلف، بينهم المملكة العربية السعودية اللي هتنظم الجائزة الكبرى للمرة الأولى وتحديدا في 28 نوفمبر في جدة، ده طبعا بالرغم من استمرار فيروس كورونا المستجد. أصبحت السعودية هي ثالث دولة عربية بتحتضن سباقات فورمولا 1 بعد البحرين اللي استضافتها قبل كده على حلبة سخير، والإمارات اللي استضافتها هي كمان قبل كده على حلبة ياس مارينا في أبو ظبي. وفي المقابل لم تتضمن الرزنامة جائزة فيتنام الكبرى. ليه؟ بسبب إيقاف عمدة هانوي بتهمة الفساد. موسم 2020 كان شهد تقليص نسبي في عدد السباقات من 22 إلى 17، حيث يتصدر الترتيب العام سائق مرسيدس البريطاني لويس هاملتون المرشح لإحراز لقبه السابع ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الألماني أسطورة الفورمولا 1 شوماخر. طيب هنختم برضو الفقرة الأولى بخبر إنساني. مدربة كرة القدم الكاميرونية فلور تشندم قامت بتدريب مجموعة بتضم هنا 13 من مبتوري الأطراف في مدينة دوالا في بلادها. تشندم دي بدأت مهمتها في اكتذاب المعاقين لعالم الرياضة ده قبل عام بسبب حبها للعبة، وكمان بسبب فراغ كبير كان بيعاني منه هؤلاء الشباب أو الفئة دي. قائد الفريق قال إن التجربة كانت صعبة في البداية، لكن اللاعبين سرعان ما تأقلموا وصاروا كمان بيستمتعون بالتجربة. وحاول بقى تولي هنا فكرة امرأة تدريب فريق من الذكور، قال رئيس النادي إنه بيفضل تولي النساء هذه المهمة لتعاطفهن، مشيرا إلى أن التجربة ساعدت اللاعبين في تعزيز ثقتهم بأنفسهم. طيب قبل ما نطلع فاصل عايزين نفكر حضراتكم بالسؤال السوشيال ميديا الخاص بحلقة النهاردة. والسؤال هو؟ أيوه. لا هو مش سؤال، على قد ما عايزين حضراتكم تشاركونا يعني بأسئلتكم أو استفساراتكم عن أي حاجة خاصة بالتغذية. يعني حد زي ما كنا بنتكلم عنده مرض معين، إيه الأكل المفضل ليه، إيه اللايف ستايل اللي المفروض إن هو يمشي عليه، يعني يمارس كم ساعة برضو رياضة في الأسبوع. ممكن برضو دكتور إنجي تفيدنا بالجزئية دي. أي استفسار يعني إحنا حابين إن إحنا نكون برضو بنساعد حضراتكم في الإجابة عن أي مشكلة عندكم. فمع دكتور إنجي دي هتبقى الفقرة الأخيرة، بس إحنا الفقرة اللي جاية دي هتبقى زي ما تكلمنا عن الاسكواش. خليكم معنا بس بعد الفاصل. السكواش لعبة زي ما بنقول ليها طبيعة كده خاصة جدا في مصر، ده راجع لأن احنا متفوقين فيه عالميا كمان، وده من سنين طويلة مش حاجة جديدة. يعني وصلنا ان احنا نكون محتلين اغلب المراكز العشرة الاولى في التصنيف العالمي. عشان كده الدولة قررت ان هي تكتشف المواهب في اللعبة دي من الصغر، واطلقت كمان اطلقت المشروع القومي لاكتشاف المواهب في السكواش. واعتقد ما كناش هنلاقي يعني ان احنا نستضيف يعني شخص افضل من المدير التنفيذي والمستشار الفني للمشروع وكمان بطل مصر والعالم السابق في الاسكواش، هو الكابتن امير وجيه. يا كابتن صباح الفل. صباح الخير، اشكرك من هنا. نور الدنيا وسعداء ومتشرفين بوجود حضرتك معانا. وطبعا عايزين يعني نعرف بقى من حضرتك كده في البدايه تفاصيل الخطوه المهمه جدا اللي خدت الدوله يعني اخذتها الحقيقه واطلاق هذا المشروع. هو طبعا يعني زي ما قلت ان الاسكواش يعني لعبه دلوقتي مصر متسيدها عالميا في رجال سيدات ناشئين ناشئات، لكن المحافظة على الرياضة هي اللي كانت بتقرق سيادة الوزير وطبعا مسؤولين على الرياضة في مصر. فبالتالي جت فكرة المشروع القومي من الأول من توجيه طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قلنا عايزين ألف محمد صلاح في نجاحه في الكورة، بدأ اكتشاف 100,000 موهبة في كل لعبة ناجحة في مصر. اتعممت اللعبة، وصلت الفكرة وصلت ل 11 لعبة منهم مؤخرا الاسكواش. أنا كنت عايش في أمريكا في واشنطن لمدة 6 سنين لأن كنت بدخل لعبة سكواش في العاصمة الأمريكية، وكان لي الشرف أن أنا أول كمصري تحدي جديد لأن أنا أروح هناك أنشئ لعبة السكواش وأول نادي في العاصمة الأمريكية. والحمد لله بعد ما خلصت البروجكت مدة 6 سنين ورجعت مصر مخصوص طبعا أم الدنيا عشان المشروع دوت بالذات، لأن ده شرف كبير من الدولة أنها بتحط ثقة كبيرة في الخبرة 30 سنة الحمد لله
من خلال تولي ان انا كنت مدير فني منتخب مصر، كسبان 25 بطوله عالم مع منتخب مصر، وسافرت بره خبرات كبيره. فالحمد لله المشروع يعني هو بدا من حيث انتهى الاخرون. جميل. فعندنا يعني دلوقتي بدانا بالفكره في القاهره مركز شباب الجزيره وبورسعيد في المدينة الرياضية في بورسعيد كأول تو فيزز. وطبعا تعرف اللعبة مكلفة جدا، المضرب بيوصل 2000-3000 جنيه والكورة ب60 جنيه، ممكن المضرب أو الكورة بيتكسروا في لحظة لو جه في الحيط أو حد يكون لسه بيجينرز ممكن إيزي جدا بيكسر. فاللعبة كانت مقتصرة على فئة معينة اللي هي بتلعبها بس اللي هي تقدر على مصاريفها. طبعا انت عارف احنا عايشين دلوقتي يعني في اسره واحده وفي توجهات يعني المشروع الجمالي اللي فيه ان 20% من الألف ناشئ مخصصه لاولاد ابطالنا شهداء الجيش والشرطه ودول رعايه الايتام. وده الـ 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 الفكره. طبعا تعرف ان دول امانه في رقبه الدوله في رقبه سياده الرئيس، ان ده في اهتمام بالطفل اليتيم باولاد ابطالنا اللي هم يعني بندل لهم بالفضل ان احنا قاعدين وسطين كده ان هم ضحوا براحهم عشان خاطر اننا نقدر يعني نكمل ونستمر ونتطور. فدول معافين نهائي من اي فيز خالص. وقدرنا ان احنا بدعم قوام البنك الاهلي الدكتور هشام عكاشه رئيس مجلس الاداره الرياضي وطبعا الدكتور يحيى ابو الفتوح ان هم بيدعموا المشاريع القوميه دايما بقوه. 5 مليون جنيه كبدايه للمشروع، اننا قدرنا نجيب 24 مدرب واداري وسكواش ولياقه بدنيه في التو سنترز. والعدد انا ما كنتش متصور ان هيبقى في النجاح ده بسرعه كده. احنا بقى لنا 3 شهور بدانا. الانتقاء الاول كان فيه 126 لاعب في مركز شباب الجزيره و186 لاعب في مركز الشباب في مدينه الرياضيه في بورسعيد. لما جينا نبدا صفصفه هنا 88 وهناك 112. بدانا التمرين والناس بدات تسمع وتاخد ثقه، الاعلام بدا يكتب، الحمد لله في بان طفره كبيره في المستوى بتاع اللاعبين من معظم الانديه اللي بيجوا اللاعبين الجداد. عملنا انتقاء تاني الاسبوع اللي فات، جالنا دبل العدد الضعف، جالنا هنا 95 لاعب ولاعيبه، وجالنا في مركز في مدينه الرياضيه بورسعيد 122 لاعب ولاعيبه. فبقى عندنا قوام المركز كله هنا وهنا 426 لاعب ولاعيبه. ده بالراحه علينا كده يا كابتن. يعني انت اديتوني يعني الفرصه بقى ان انا اطلع كل التفاصيل. خد تفاصيل. لا يعني طبعا احنا يعني اكيد سعداء واحنا بنسمع ان في حاجه زي كده، بس حابين برضو نخش التفاصيل اكتر. بس كل ده قبل يعني او هيجي بعد، عايزين نتكلم عن كابتن امير الاول. الله يخليك. يعني بطل مصر والعالم في الاسكواش وحاجه كبيره جدا واسم كان كبير في عالم الاسكواش، فحابين نتكلم شويه عن ده قبل ما نخش على تفاصيل المشروع. ممكن والله طبعا يعني الحمد لله انت عارف انا دايما عندك حلم وانت صغيره بتبقي بتبداي بلاعب وبعدين لاعب محلي بعدين لاعب دولي. كنت كابتن منتخب مصر، كسبت يعني عندي الريكورد ارقام ما اتحطمتش لغايه دلوقتي باسم يعني بطوله الجمهوريه للرجال انا 9 مرات فايز بيها المركز الاول، كابتن مصر النادي الاهلي ده اول بطوله عالم للفرق للرجال مصر بتفوز فيها 99 كنت انا الكابتن الفريق وكابتن النادي الاهلي. فطبعا يعني الحمد لله خبرات طويله غير السفر بقى بره، ان يعني كنت دايما عشان تعملي تبقي براند عالمي او تبقي ليكي بصمه واسطوره لازم مكلفه جدا على ذهنيا وان انت تبقي ملتزمه. انا يعني بقالي اكتر من 30 سنه بشتغل من 8 الصبح ل 10 بالليل، يمكن عشقي الاول وتركيزي كله في لعبتي اللي انا بحبها وان انا بديها كل وقتي. عشان كده بتلاقي الحمد لله يعني دايما النتائج احسن من الواحد كان متوقع. ويمكن النتائج في مصر كمان احسن من الاول، يعني كان اسامي قليله في عالم السكواش هنتكلم تحديدا اللي قدرت ان هي فعلا تعمل لنا بطولات عالميه وترفع اسم مصر، لكن دلوقتي احنا عندنا اسامي كتيره جدا، يعني الاجيال اللي جت بعد كده حققت فعلا ده. ووصلنا مكلم نور الشربيني بنتكلم بالظبط كريم، يعني اسامي كتير جدا حققت، محمد الشرباجي واخوه كريم يعني مروان الشرباجي، اسامي كبيره طبعا. هو زي ما قلتي في طفره كل وقت ويعني بتطور البرنامج بتاع الاسكواش كل التحدي. اشمعنى يا كابتن امير الاسكواش تحديدا في مصر، هو اشمعنى اللعبه دي تحديدا احنا متفوقين فيها؟ هو اللعبه دي احنا لينا تاريخ طويل فيها من الثلاثينات.
احنا مش جديده، بس هو طبعا كل اتحاد بيجي بيطور نفسه. يعني من الثلاثينات كان عندنا السفير عبد الفتاح باشا عام، كابتن محمود عبد الكريم، كابتن ابراهيم امين، وكابتن جمال عبده، وكابتن عباس كاول، وكابتن فتح ابو طالب، جمال امير نظاره. يعني تلاقي اسامي مش عايز انسى حد كتير، بس اسامي يعني اساطير في الاسكواش. كابتن عبد العزيز اساطير في الاسكواش، كابتن احمد صفوت. ده اللي ده بياكد الانطباع اللي متاخد عننا كمصريين. يقول لك المصريين في حاجه في جيناتهم يعني بتخليهم متالقين جدا في الاسكواش فعلا. يعني ده ما احنا نقلنا الخبره دي بره. يعني لما هاجروا معظم المصريين في السبعينات في جيل كابتن عباس كاول، كابتن سلمى، كابتن احمد صفوت، راحوا انجلترا. هم الاساس يعني بدأوا يطوروا اللعبه في انجلترا. السويد كابتن عبد العزيز 12 سنه في السويد، هو اللي عمل سكواش في السويد من زيرو تو ذا توب وطلعهم ابطال عالميين في السويد. هتلاقي محمد عبد جمال عوض راحوا المانيا، جمال امير راح بلجيكا، هتلاقي يعني معظم محسن الجزيري وهشام عطار راحوا ايطاليا، خالد صفا راح امريكا. فالحمد لله تلاقي المصريين في كل مكان. ما رحتش ليه بقى مع الناس اللي راحوا؟ انا والله يعني رحت الكويت ثلاث سنين ونص، فمن 2002 ل 2006 كان في برضه مشروع عالمي في الكويت، والحمد لله كلفت بان انا اكون مدير فني للمنتخب الكويت، وقدرت في خلال سنتين اطلع بالمنتخب الكويتي الناشئين تحت 19 سنه من المركز 27 على العالم للرابع على العالم. ودي كانت طفره رهيبه جدا، ودايما لما بحقق الانجاز اللي مطلوب مني برجع بلدي. بلدي اولويه. قريب طفره جديده كده من خلال مثلا رئاسه اتحاد الاسكواش؟ والله طبعا، وكل كل وقت يعني بيبقى ليه، كل مرحله ليها تطلعات وليها كده. في بالك ان انت الفتره الجايه بتفكر ترشح نفسك لرئاسه الاتحاد؟ ان شاء الله. انا ابن اللعب طبعا. يعني حضرتك انا واخد يعني كل الارقام محليه عالميه دوليه، حققت كل الانجازات اللي انا عايز اعملها. من صعب جدا ان انت من زيرو تو ذا توب بتوصل وتحافظ على القمه 30 سنه عشان كده تبقى براند. فده الوقت اللي الواحد بيحاول يرد الجميل لبلده، بحيث ان مشروع قومي اللي اتشرفت بيه دوت ان انا بشرف عليه، ده هو حلمي ان انا اطلع ابطال عالم منه. دي فرص متساويه، لان في مواهب كتير جدا مش مكتشفه، ما عندهاش فرصه طبعا. ما عندهاش امكانيات. احنا ده دورنا ان احنا بنروح، هنروح الاقاليم، لسه هنروح المنيا، نازلين الصعيد، رايحين المنيا، رايحين هنا، رايحين الفيوم، رايحين السويس، رايحين اسماعيليه. اللعبه ان شاء الله هتبقى منتشره في المحافظات اللي ما فيهاش سكواش، وهتبدا تبقى ان شاء الله ليها يعني مردود جامد جدا على اللعبه وعلى مصر. ملاعب بقى والى اخره. في ملاعب، في بنيه تحتيه جميله جدا. يعني وزاره الشباب والرياضه بجد، يعني دكتور اشرف صبحي مجهود كبير جدا مشكوره. بيجي لنا احنا من غير لما الناس بدات تعرف عن المشروع، بدا يجي لنا من كفر الشيخ، عندنا ملعبين هنا، عندنا اربع ملاعب في جامعه المنيا، عندنا ثلاث ملاعب في السويس. بدا يبعتوا لنا الملاعب اللي موجوده، وبالتالي الوزاره بتطورها وبتجددها، وهنبدا فيها. بس احنا كل ثلاث شهور هنقدر ناخد مركزين عشان نقدر يعني نبدا صح ان شاء الله. طب وممكن لحد دلوقتي يقدم يعني، ولا خلاص في وقت ميعاد معين مش هيبقى فيه بقى خلاص اكتشاف للمواهب يعني هيبقى؟ لا احنا كل ثلاث شهور بنعمل يعني بنفتح كل ثلاث شهور. يعني كان في اول بدانا 15/8، وبعدين بدانا الاسبوع يعني دوت اللي فات على طول، الجمعه والسبت اللي فاتوا بدانا الانتقاء الثاني، وان شاء الله برضه في نص يناير هنبقى في انتقاء ثالث، لان في ضغط كبير، في ناس كتير جدا محتاجه ان هي طبعا الرياضه بقت شيء اساسي دلوقتي في الثقافه، ما كانتش موجوده زمان. يمكن فكره توجه الدوله كابتن امير ساعد الى حد ما برضه الجهات المختلفه ان هي يعني تطبق ده بشكل بقى فعلي على الارض، مش مجرد بس دعايه يعني او توعيه. لا طبعا، هي الرياضه هي عنوان تقدم الدول. انت بص الدول اللي بتاخد الاولمبيكس هتلاقيها كلها اقتصاديا وسياسيا ورياضيا متقدمه جدا. انت في امريكا انا ست سنين موجود، كل واحد او واحده حاطه جزمه الجري في شنطه الشغل، تنزل تركب عجله وتجري، تنزل يعني بنحط شوكولاتايه في مصر. بصراحه انا رجعت من امريكا 2012 2018 رجعت، لا في طفره رياضيه رهيبه. يعني لا، وانا سعيد جدا بالوعي الاهالي ده، برفع لهم القبعه جامد جدا. هم البطل الحقيقي، هم اولياء الامور. يعني في لاعبين بيجوا لي من اسكندريه وبيرجعوا في نفس اليوم. تخيلي انت ولي امر بيسوق 3 مرات في الاسبوع بيسوق 450 كيلو عشان يجي يتمرن تمرينه كويس، عشان عنده حلم ان بنته او ابنه بيروح في مكان تاني خالص. ويعني لا، في تضحيات، الناس عرفت يعني ايه رياضه، عرفت يعني استثمار رياضي، في دعم قوي جدا. يعني الناس بتثق في المنظومه الرياضيه ان فعلا كل واحد ياخد حقه. بمناسبه الدعم، هل التفوق المصري الملحوظ على الصعيد العالمي مسهل ماموريه جلب رعاه ومعلنين؟
كتير، لان الرعاه دول ممكن كمان يتحملوا يعني جزء كبير من الخطه اللي حضراتكم عايزين تشتغلوا عليها الفتره الجايه فيما يتعلق بالاقاليم والنجوع والقرى والكفور والنوع ده من الحاجات، يعني ممكن يبقى لهم ايادي بيضاء ويعملوا شغل هايل في هذا الاطار. طبعا دلوقتي يعني الاستثمار الريادي بقى يعني موجود في معظم الالعاب الناجحه ويعني بيساعد في كل دوت الاعلام. طبعا انتوا لما تلقوا الضوء على الابطال وتغطيه البطولات اللي بتعمل في مصر واللعيبه دي بتبقى مشهوره وليها يعني صدى عند المعلن، ما هو برضو السبونسر ده عاوز، في سبونسرز بيبقى لمشاريع قوميه ده هدفه مصر اولا واخيرا. فزي مثلا عندنا في البنك الاهلي ان احنا لازم اللعبه تبقى في تساوي، في فرص لجميع اطياف الشعب، ما يبقاش حاجه مقتصره على فئه معينه. فده هدف. في حاجات تانية بتلاقيها سبونسر بيبقى تجاري، انا عايز اعلن على بطل معين عشان اتشاف الحته الفلانيه. ففي في 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 من ده وفي من ده، كلهم في الاخر بيخدموا يعني المنظومه نفسها، واحنا لازم يبقى في الاثنين موجودين، يعني لازم يبقى في التجاري موجود وفي الاخر وفي المصلحه بالنسبه لنا احنا واحده. طبعا احنا اهم حاجه ان احنا يبقى عندنا 99% من البلد بيلعبوا رياض، ده الاهم. استاذ ابراهيم حجاز دايما يعني هو انا بشكره جدا على دايما افكاره اللي بره الصندوق. يعني احنا لما عملنا بطوله الاهرام اول سنه كان استاذ ابراهيم حجاز، كابتن محمود، احنا عايزين نرمي الصندوق، كابتن محمود الخطيب، وكابتن حسن حمدي، كانت بطوله يعني عارف فكره نقلت اللعب في حته ثانيه خالص عالميا ومحليا. وبعد كده الملعب الزجاجي ده كنا بنشتريه من بره غالي جدا. الملعب الزجاجي ده كنا بنجيبه يعني من المانيا غالي جدا. ولا لا خلاص بقى استاذ ابراهيم حجاز هو اول صاحب فكره انه يتصنع هنا. كلم بقى شركه الجريش وقال لهم لازم تعملوا لي الملعب ومقاييسه وبتاع، وصمم واتعمل واتلعب عليه بطولات ورفضت حد انه يتابع البطولات، وصمم وخلاهم في الاخر بقى هو الرول موديل اللي في مصر. انت بدل ما تجيب ملعب ب 4 5 مليون بقيت تقدر تعمل خمس ملاعب بثمن ملعب واحد. اللي دايما نهواند بتسعد بيها جدا فكره ان الرياضه تخدم على السياحه، والحقيقه ده متحقق الى حد كبير جدا من خلال بطولات السكواش المختلفه اللي بنشوفها بتتلعب في اماكن سياحيه شهيره في مصر زي سفح الاهرامات، زي محافظات الساحليه شرم الشيخ والجونه. طبعا فدي حاجه جميله، دي حاجه طبعا جميله وفي نشر اللعبه والسياحه الرياضيه. يعني احنا برضو عندنا، يعني انا عندي في النادي اللي انا كونسلتنت فيه في التمرين في بالم هيلز، يعني طبعا انت عارفه استاذ ياسر، لا مش اعلان ولا حاجه، ده عاشق مصر علي ده. لا ده نادي ده الاسم اللي بيطلع هنا استاذ ياسر منصور، ده في البورد وعاشق الاهلي وعاشق الرياضه وعاشق مصر. يا ده انت عارف ايه العمليه في البيت؟ احس كده لا مستر ياسر نجيبهم معانا بقى، نجيبهم مصر والرياضه كده ماشي. فلا فبجد احنا بنعمل معسكرات في الصيف، بنستضيف لاعبين وفرق من الخليج، من المنتخب السعودي بيجي مثلا شهر عندنا، دايما في شهر 6 يستعد للبطولات العربيه، منتخب الكويت، منتخب الاردن، عندنا غير البلاد الثانيه بقى بيجي من هونج كونج، من امريكا، لان طبعا انت عارفه مصر هي بقت خلاص، هي السكواش بقى مصر، هي كوره في البرازيل شهرتها، لا هي مصر بقت هي سكواش مصر بقى، يعني هو البراند. فكل الناس بتيجي من كل حته من العالم ياخدوا خبره ويتمرنوا، والجو ما فيش احسن من كده. انت عاوزه تلعبي وتزوري السياحه احسن من كده فين؟ لو بيجوا دايما بعمل شهر في الصيف، يعني الصيف اللي فات قبل كورونا كان عندي من 12 دوله اللاعبين معسكرين معايا لمده شهر. وانا اللي بيساعدني اكتر لما بيرجعوا كله على البروفايل بتاعه صورته في الهرم، صورته هو ده بيبعتوا دايما. انت عارف السوشيال ميديا بقى الدنيا صغيره جدا، قام بينزلوا الفيديوهات اللي حصلت هنا، يحطوا الصور، ده اللي احنا عايزينه. الناس بترجع عايزه تيجي تاني، تبقى حاجزه للسنه اللي وراها قبل ما تروح. يعني ان شاء الله كورونا دي تروح على خير، لان كان في السنه دي المفروض ان انا كنت عامله اول سمر كام، لما نجح اول سنه كان شهر واحد عامله في جون، قلت لا انا هعمله اول سمر ثلاث شهور، جون وجولاي واوجست، ان هم يبقوا ثلاث شهور اول سمر كام عشان الناس تبقى رايحه وجايه. وبيبقى ده طبعا خبرات كتير ودعم مادي اجنبي وسياحه رياضيه، والناس بترجع تاني صوره جامده جدا عننا. تمام. طيب لو حد بيتفرج وستيل مش فاهم يقدم فين ويروح فين، هو موهوب ولا مش موهوب، احد من الاهالي عنده ولد او بنت صغيرين عايزهم يشاركوا، يعني يوصلوا لحضراتكم ازاي؟ الدنيا بقت سهله جدا، هي صفحه وزاره الشباب والرياضه يقدروا يخشوا عليها وكل المعلومات موجوده، ويقدروا يسجلوا على الصفحه الرسميه بتاعت وزاره الشباب والرياضه او الاتحاد المصري للسكواش، يعني هم اللينك واحد، لازم يعني هيوصل هنا بسهوله جدا، هيقدر ان هو
يعني يوصل لنا، ولو مش كده مركز شباب الجزيره ده طبعا مشهور جدا يجي على مجمع سكواش ويسال عن المشروع القومي لاكتشاف المواهب. هيخش هيسجل اسمه في الويتنج ليست، واحنا بحيث ان طبعا كل ده بيتسجل عندنا سيستم ويعني قوي جدا بيسجل كل المعلومات بكل حاجه قبل فرصه كافيه من اننا بنفتح الاختبارات الجديده بيبعتوا لهم عشان كله يستعد وكله يكون جاي. في اي فيز اي مصاريف هيدفعوها برضه عشان يبقوا عارفين؟ حاجه بسيطه يعني 114 جنيه حاجه بسيطه، حصه الاسكواش ب 11 جنيه ساعه ونص بتتعمل بره ب 400 و500 جنيه بنعملها ب 11 جنيه ساعه ونص سكواش 45 دقيقه سكواش و45 دقيقه لياقه بدنيه مع نفس المدربين. هتساليني ليه؟ هم بيوافقوا على الفيز دي وبيشتغلوا بيها، وهم بيشتغلوا بره في نفس المدربين ب 400 و500. حضرتك ده مشروع قومي، ده شرف شرف لاي حد انه يكون موجود فيه. صحيح. اللي مش موجود في اللي بيقدم خدمه بشكل مباشر اللي مش بيكتب تاريخ ويخش ويدي بلده في الحاجه الوقت اللي بيكون مطلوب منه ده بره الصوره. يعني الناس بتيجي بحب، فالناس بتسالني طب اشمعنى هو بيعمل هنا ب 11 وانا باخدها معاه بره ب 400؟ انت بره في البرايفت كلاب. طبعا انت هنا ده مشروع قومي، احنا هدفنا كله نشر اللعبه ونطلع ابطال نقدر ان احنا يعني ندي فرص متكافئه. الصوره العامه لدنيا وعالم السكواش في مصر تبدو ورديه جدا، وخصوصا مع تالق اللاعبين وتصدرهم للمراتب العشره الاولى على مستوى العالم. لكن هل ده معناه بالضروره ان مفيش اي سلبيات في المنظومه؟ يعني هل في ممكن يكون في مساحه لشيء سلبي ما ولكن الشيء ده مداري في نجاح وتالق اللاعبين؟ هو لازم تبقى يعني الواحد ما يبقاش يعني اتحاد بيجي يكمل اتحاد، لكن لازم بتعمل حاجه تفضل في طول العمر. ابطال دي هتيجي وتروح، النتائج دي هتفضل تيجي وتروح، مش هتوقف ولا عليا ولا على اللي ورايا. والاتحاد عمل احسن نتائج في تاريخه. والاتحاد هو مرجعيه السؤال اللي بساله حضرتك، ان انت بتفكر تقدم او ان انت تبقى يعني رئاسه اتحاد الاسكواش، فاكيد برضو عندك خلفيه عن امور معينه انت عايز تظبطها، اشياء معينه عايز تعدلها. كريم انت قلت حاجه جميله جدا، الاسكواش مش نتائج بس، المنظومه كلها. انا ما ينفعش انا في 30 سنه متربع على قمه الاسكواش العالمي وما عنديش الا خمس ملاعب اللي اتبنوا سنه 85 في الاستاد بتمرن عليهم. ما ينفعش لما يكون في قاعده مكونه من 200 300 لاعب بيتمرنوا على مكان بقى في 5000 واحد بيتمرنوا عليه، ما ينفعش. انا لازم على الاقل كل البلاد اللي عندها، طبعا ما فيش بلد في قوه مصر في النتائج واللاعبين، عندهم سنترز مش واحد. ماليزيا دي جزيره عندها اكتر من 5 6 سنترز ولا اكتر خاص بالاتحاد بتمرين الاتحاد. هونج كونج دي بلاد تعتبر جنبنا طبعا في نتائجها يعني ضعيفه جدا. احنا يعني المفروض اننا عندنا في كل محافظه سنترز خاص بالاتحاد. يعني انا كنت مدينه الرياضيه بورسعيد 6 ملاعب دول لو في مصر هنا واو احلى ملاعب شفتها. طب ايه المشكله طالما احنا بنتكلم ان خلاص الملعب بقى ارخص، ان احنا بنصنع السجاج بتاعه عندنا، يعني دلوقتي التكلفه بقت اقل، طيب ليه لسه يعني قرار ولا انا شايف في اهتمامات مثلا ممكن هم رؤيتهم وسياستهم بص على نتائج اكتر من بنيه تحتيه، ممكن هم يعني دي مش شايفينها. هم شايفين حاجه ثانيه، ممكن حد ثاني يجي انا ابقى بعمل حاجه. يعني انا ده هدفي الاول والاخير ان انا اجي عندي 30 ملعب والاتحاد فوق وفيهم جزء للعلاج الطبيعي ومثلا سمول موتيل الناس بتعسكر فيه، سيرفيس على نفسه كله كامل متكامل، بحيث ان انا ابقى شايف اللعيبه وشايف كل الدنيا تحت ايديا. طب هو اصلا ليه ده حاصل؟ يعني ازاي مصر مصنفه عالميا يعني كأقوى دولة على مستوى العالم في الرياضة دي، وأبطالنا المصريين بيتصدروا دايما كل حاجة تقريبا، أنا مش عارف أقول لك إيه ولا إيه، إزاي ده حاصل وفي نفس الوقت ما عندناش هذا الكم من الملاعب؟ إزاي ده حاصل وفي نفس الوقت برضو نقدر نقول إن لسه كرة القدم هي المستحوذة على الاهتمام الأكبر هو الملاعب وعلى الرعاية الأكبر؟ الملاعب بتكتر في البرايفت سيكتور، يعني انت كل كومباوند بيطلع دلوقتي فيه ملاعب، كل نادي خاص فيه ملاعب، يعني عدد الملاعب زاد كتير جدا 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 جدا. لكن انا كهيئه حكوميه رياضيه الاتحاد الاسكواش لا يمتلك سنتر خاص بيه زي الاتحاد الكويتي،
الاسكواش. يعني كابتن حسام مصيد لما كان رئيس الاتحاد الكويتي وانا كنت هناك كان لسه بيتبني المجمع، انا مشيت وهم بكملوه. اما بروح دلوقتي مجمع بيتلعب عليه البطولات 8 ملاعب بسنتر كورت 4 ازاز بمتفرجين، الجهاز الاداري فوق، مكتب اجتماعاتك فوق، انت شايف العلاج الطبيعي تحت، الجيم تحت، كل الامكانيات موجوده. ده مثلا في الكويت هتلاقي زيه، في بلاد ثانيه هتلاقي، مش عايز اقول اسامي كتير، لكن في معظم البلاد امريكا بتبني 30 ملعب في فيلادلفيا، دلوقتي هيبقى هو السنتر الاحدث والاقوى في العالم كله. حضرتك على حاجه، احنا ممكن بس الكومباوندز الجديده بدل ما تقعد تعمل ملاعب جولف يعني وصل مصر يعني ما احناش لعيبه جولف برضو احترامي، فنخلينا نركز لان ملاعب الجولف على فكره بتكلف بشكل كبير وضخم وميه بشكل برضو مهول، فخليها ملاعب سكواش. هو طبعا يعني دايما دي جنب دي هتبقى حلوه، لان عندنا احنا ملاعب جولف بتدي شويه هي شكل يعني. وانت عارف عمرو شبانه بطل العالم في السكواش طبعا، انا قابلته في ده بقى في منتخب مصر في الجولف. هو من ساعه ما اعتزل بيركز في الجولف وبقى دلوقتي في توب فور على مصر في الجولف، وبيتهيألي ان شاء الله هيوصل، لان هو يعني عارف عنده دايما سنس الموهبه ووصل لمستوى متميز جدا وفي المنتخب بتاع الجولف دلوقتي. يعني ده خبر اكسكلوسيف اهو يعني حصري. انا ما كنتش عارف ان هو دلوقتي لا بيلعب جولف بانتظام وبطولات والترتيب بتاعه بيتحسن جدا، بقى من افضل اللعيبه في مصر. ليه بقى اللي بيلعب تنس ما بيعرفش يلعب جولف؟ ما بيعرفش يلعب سكواش؟ هو الفرق بس في السوينج، وهم مثلا عندهم فول ثرو كبير شويه، احنا بنلعب بالريست الايد، هم يعني بياخدوا راحتهم شويه في عشان بيبقوا كل واحد في نص ملعب لوحده، فتلاقي دايما الفول ثرو بتاعهم كبير جدا. وبالمناسبه يعني عشان الواحد يتقال عليه لعيب سكواش ماهر وحريف كده زي ما بنقول بلغه كره القدم، ايه الخصائص اللي لازم تكون موجوده عندي عشان اعرف اكون متميز في عالم السكواش؟ هو انت طبعا هو بالنسبه لصغار السن يعني في الانتقاء وكده، انت عارف كل في العاب بتبقى اساسيه، يعني كل الناس بتروح على السباحه والجمباز وكره القدم، رشاقات والمرونات والحاجات، وبعد كده بيختار لعبه فرديه جنب الالعاب الاساسيه اللي هي دايما السباحه او الكوره او الجمباز وكده. بعدين نظره بقى الكوتش، يعني انا مثلا نوران جوهر اللي بطلت العالم ونمره 2 على العالم حاليا، كانت بطلت المصنف اول على العالم لغايه الشهر اللي فات، نور خدت منها بيبدلها هم كراسي موسيقيه. نوران خالها كان بطل مصر في البينج بونج، شريف الساكت صديق عمري، فكلمني مره في التليفون وقال لي انا بنت اختي عندها 6 سنين مش عارف اخليها تلعب تنس طاوله ولا تشوفها في الاسكواش. فقلت له بص يا شيري، ابعتها للمنتخب، انا بمرن المنتخب في الاستاد الوقت من كذا كذا، ابعتها بعد المنتخب هشوفها واقول لك. والله العظيم من اول لعب انا لعبت معاها وهي لعبت معاها 10 دقايق، بابا وامتها قاعدين وهي تذكر ولسه فاكره لغايه دلوقتي. وخرجنا من كلمته قلت لها دي كانت هتكسب، دي هتبقى بطلة العالم، وخدها بهزار قلت دي هتبقى بطلة العالم. عارف في حد انت عندك ده بقى الفرق، يعني دي شغلتي يعني اللي انا بحب اضرب بص لحد اقول ده هيكم ده مش هيكم ده هيبقى كذا ده مش هيبقى كذا، وبالتالي فعلا كل ما تكسب بطولة عالم او بطولة طلعت نمرة واحدة على العالم تقول لي ما شاء الله انت قلت لي. هو يشوفني كل ما يشوفني لسه بنتفرج عليها في الاهرام، خسرت الفاينل من نور الشربيني، فبيقول لي انت السبب، انا قلت لك وفي التليفون قلت له. فدي بتبقى طبعا يعني الخبره في انتقاء اللاعبين، تعرفي انا عندي في المشروع القومي شبانه صغير، رامي صغير، براده صغير، عندي كريم درويش صغير، عندي مواهب كتير جدا. حضرتك بتتكلم عن رامي عاشور طبعا. عندي مواهب كتير جدا، 6 و7 سنين بالظبط صورة تبقى الأصل من الأبطال. يا رب يا موسى عايزين أبطال تانيين إن شاء الله يرفعوا اسم مصر في الرياضات المختلفة. نورتنا يا كابتن أمير، بشكرك بقى ومستنيكم ألعبكم سكواش، لازم تجربوا السكواش طالما بقى يعني اتكلمنا على السكواش. إن شاء الله. أنا ليه سألت حضرتك؟ علشان أنا بلعب تنس، فعشان كده السكواش ما بعرفش ألعبه. تنس أنا مراتي كانت بطلت مصر وأفريقيا والعرب في التنس، فعشان كده احنا نستضيفها فكده خليها تلعب يعني تنس. بس أنا دلوقتي يعني إني تايم بجد لازم تجربوا السكواش، لعبة ممتعة، تحرقوا كالوريز فيها 1000 كالوري في اقل من 45 دقيقة. انا بقى احرق كالوري يعني صدقوني هتنبسطوا. تيجوا شغل حضرتك نورتنا وشرفتنا، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. بشكرك جدا كريم، بشكرك نوران، ان شاء الله يوم سعيد دايما ان شاء الله. وعليكم ان شاء الله. نروح للتغذيه. ده موضوع مهم، وبتخيلي يعني اكيد في ناس كتير جدا عندهم اسئله ممكن يتوجهوا بيها للدكتوره انجي ابو زيد، وهي اخصائي التغذيه العلاجيه، ضيفتنا العزيزه في الفقره القادمه بمجرد العوده من هذا الفاصل. اتفضل.
يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. الفقره دي في تخيلي هتكون في منتهى الاهميه لناس كتير جدا، اللي عايز يخس، اللي عايز يدخل، اللي عنده مشاكل، اللي عنده ترهلات، الرياضي وعايز يعرف ايه التغذيه السليمه والصحيه بالنسبه له كراجل رياضي، الناس الغير رياضيين الغذاء بتاعهم المفروض يكون عامل ازاي. اسئله كتير جدا هنتكلم فيها مع ضيفتنا العزيزه دكتوره انجي ابو زيد، اخصائي التغذيه العلاجيه. صباح الفل عليكي ومنورانا. صباح الخير عليكي كريم. صباح الخير. صباح الخير عليكي ومنورانا في 10 الصبح. ودي فقره بتبقى يعني مهمه جدا لناس كتير، لان هم بيبقوا حابين يوصلوا باجابات كمان سريعه على تساؤلاتهم او المشاكل اللي هم بيعرضوها. هنعرض كل ده وهنتكلم في كل ده، بس شويه كده الاول نتكلم عن حضرتك. خلينا نعرف برضو يعني دراستك يعني تحديدا ايه، ونفس الوقت برضو ايه الفرق بينها وبين فكره هنا بقى الحاجه اللي ليها علاقه اكتر بالرياضه. يعني هل احنا بنتكلم تغذيه علاجيه ولا تغذيه علشان الرياضيين؟ يعني خلينا نفهم في الاول. اوكي، انا خريجه صيدله اصلا، بس يعني اشتغلت شويه في صيدله واشتغلت في معهد البحوث، كنت شغاله. بعدين حاولت اتخصص في موضوع التغذيه العلاجيه. هو كان ليه؟ علشان انا مامتي مريضه سكر، فانا كنت حابه ان هي تكون بتاكل اكل صحي مع الادويه بتاعتها جدا، عشان مريض السكر دايما بنحاول نبعد عن النشويات او السكريات والكلام ده كله. فانا كنت عايزه افهم الموضوع ده ماشي ازاي بالظبط، فاخدت دبلومه التغذيه العلاجيه. في فرق طبعا ما بين التغذيه العلاجيه وما بين تغذيه الرياضيين، في فرق ما بينهم هما الاثنين. التغذيه العلاجيه دي معناها ان انا بشوف الحاله الصحيه بتاعت المريض وببتدي اتكلم معاه في اكله، بشوف يومه ماشي ازاي وببتدي اتكلم معاه في اكله. لكن تغذيه الرياضيين بنعتمد على التمارين بتاعتهم، بيتدرب كم مره، الاكل بتاعه ماشي ازاي، يعني حاجات سكادجولد اكتر يعني متجدوله. طبعا طبعا تمام. بالنسبه للرياضيين زي ما قلت لك احنا عندنا مليون ملف تقريبا نتكلم فيه، بس تعالي عشان حتى نختصر للوقت. برضو من الحاجات اللي ممكن تلاقيها بتشغل بال واذهان ناس كتير، الناس الاندر ويت زي حالاتي عشان يزيدوا يعملوا ايه، والناس الاوفر ويت عشان يخسوا. لا انت مش اوفر ويت خالص، لا يا فندم، والله انت بعيده جدا عن الاوفر ويت حقيقي. يعني ده يعمل ايه وده يعمل ايه؟ ده يعمل ايه وده يعمل ايه؟ هو احنا في الاول لازم نجيب نعمل حاجه اسمها ان بودي. الان بودي ده احنا بنشوف الوزن، بيطلع كتله الجسم بالظبط قد ايه، بنشوف نسبه الدهون بتاعته، بنشوف نسبه العضلات، نسبه الميه، هو بيطلع شيت كده بنشوف منها كل حاجه، وبنشوف الرينج بتاعنا بيبقى موجود، النورمال رينج اوريدي موجود في الشيت، بنحدد على اساسها. طيب لو حد اندر ويت المفروض ان هو يعمل ايه؟ اندر ويت ده المفروض ان هو ياكل اكل اكتر من السعرات بتاعته. يعني احنا بنمشي بمعدل السعرات، السعرات الحراريه، الكالوريز في اليوم. المفروض اشوف اصلا الحسبه بتاعتها بتيجي ازاي؟ يعني انا اعرف منين المفروض ادخل سعرات قد ايه؟ طيب هي في ايكويشن، لكن لو انا هتكلم على الشكل المهني يعني اللي انا بشتغل بيه، احنا بنجيب الويت اللي هو موجود دلوقتي، الويت الحالي، وبنضربه في 25. دي السعرات اللي المفروض ان انت تكون بتاخدها عشان تفضل على نفس الويت بتاعك ده، اللي هو نفس الويت بتاعي في 25 تايمز 25 بالظبط كده. ده للراجل والست زي ده بقى. للراجل والست بالظبط كده. انا كده ما جيتش جنب واحد رياضي، انا بتكلم على شخص انسان عادي جدا، فبضربه في 25. طيب انا بضربه هحسبها معاكي بقى. اوكي بس ما تبصش وزني كام. بتحسب بتحسب ما وزني كام والله. الكاميرا هتجيب هنا. اوكي في 25 بالظبط. 45 ألف سعر حراري لازم يدخل كل يوم. طيب احنا لو احنا اندر ويت بنزود من 500 ل 1000. اوكي. من 500 سعرة ل 1000 سعرة في اليوم. لو احنا اوفر ويت بنقلل من 500 ل 1000. بس ما ينفعش لو انا هقلل، لو واحد بالغ يعني فوق 18 سنة ما ينفعش اقلله عن 1200 سعرة. سوري معلش. ده المينيمم. بالظبط كده 1200 سعرة ما ينفعش ان انا اقلله عنها عشان مجهوده طول اليوم. بتختلف باختلاف الاعمار او السن. طبعا لو انا واحد اقل من 18 سنة انا ممكن اوصله لحد 1000 سعرة، تمام مفيش اي مشكلة خالص، بس لازم احسب معاه منتجات الالبان عشان هو لازم ياخد البان عشان هو في فترة الجراس بتاعته، فلازم يعني منتجات الالبان اكون حاسباها جواها. ده لو واحد اقل من 18 سنه 1000، لو واحد اكتر من 18 سنه 1200. بالنسبه لو شخص اندر ويت انا ما ينفعش ازوده عن 3000، عشان احنا كده يعني احنا ممكن ندخله في امراض حقيقي لو انا زودته عن 3000. الرياضيين ممكن اوصل لهم لحد 6000 سعره على حسب على حسب هو تمارينه عامله ازاي، هو بيشتغل يعني كم مره في اليوم،
كم مره في الاسبوع، التمرين مدته قد ايه، اذا كان هو بيعتمد اكتر على الجهد العضلي قوي. طبعا بتوع كمال الاجسام غير كره القدم. بمناسبه كره القدم طبعا انا بتمنى النادي الاهلي ان احنا ناخد البطوله باذن الله ونرجع بيها حقيقي، تبقى البطوله التاسعه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. بس على حسب احنا يعني هو الرياضه بتاعته عامله ازاي والسترينس بتاعها قد ايه، كل الكلام ده بيفرق كتير بالنسبه للرياضيين. لكن لو انسان عادي انا بتعامل معاه ماكسيمم بتاعه 3000، مش هينفع ازود عن 3000. طيب انا عندي كده يعني سؤالين مرتبطين شويه ببعض. انا دلوقتي مثلا لو اعرف منين ان انا اوفر ويت او اندر ويت، يعني انا مثلا وزني ليتس سي 65 مثلا. أوكي. يا ريت بس اوكي هنقول 65 طيب. اوكي فانا كده لو طولي 170 تمام، انا كده اوفر ولا اندر ويت؟ انا كده اوفر ولا اندر على حسب نسبه الفاتس. يبقى هي بقى القصه كلها لازم نعمل التست ان بادي. ان بادي ده موجود برضو في الصيدليات عشان الناس تبقى يعني نسهلها شويه. موجود في الصيدليات ودلوقتي موجود في محطات المترو بيبقوا حاطين حاجات بتتعمل والكلام ده كله. لا موجود في ان بادي موجود، بس الاكيرت اكيرت ان انا اكون بشغل ببراند اسمها ان بادي، هو كلهم بيسموهم ان بادي بس البراند تبقى ان بادي عشان بيبقى ليها الكترونز معينه ايكويشنز بتشتغل جوه الجهاز عشان خاطر اطلع بالظبط الاكيوريت بتاعي. طبعا هسهلها على الناس عشان يفهموا النقطه دي. لو حد مثلا وزنه بشكل معين هو يحسب ان هو لو ازيد عفوا لو طوله بشكل معين مثلا 170 تمام، الايدل الجسم الايدل يبقى ماينس 10 للست وبلس 10 للراجل زي ما بيقولوا لنا، يعني لازم الست هنا وزنها تبقى 60 والراجل يبقى وزنه مثلا 70 او 80 لو احنا 170، لو احنا طولنا 170 يعني احنا بنتكلم تقريبا من 65 كيلو لحد 75 ده للستات. للستات والرجاله. للستات والرجاله انا بتكلم على ايديال ويت. ايديال ويت انا كنت فاكره ان الراجل والست بيفرق. لا هي بتفرق في الكتله العضليه دي حاجه ثانيه، بس الويت نفسه ملوش علاقه بالفاتس وملوش علاقه بالمسلز ملوش علاقه بالووتر اللي جوه اسم اللي الان بودي بيطلع. طب دي معلومه كويسه جدا. احنا كده كده في وسط اسئلتنا انا ونهاوند هنمرر لحضرتك مجموعه من اسئله المشاهدين اللي بعتوا لنا. منهم معاذ حمدي الازهري بيتكلم على نقطه بتشكل هاجس عند رجاله كتير قوي قوي الحقيقه، فكره الكرش. وخصوصا لما بيكون الشخص الكرش ده مش متناغم مع الهيئه العامه، يعني تلاقي حد رفيع زي حالاتي وعنده زيتونه ضخمه في بطنه. اوكي طيب. فهو بيكلمك بقى في الاتي بيقول لك لو عايز احرق دهون البطن في اقل وقت ممكن، ايه النصايح اللي ممكن اعملها مع ان في ناس بيبقى جسمها طبيعي بس كرشها كبير؟ دي النقطه اللي بقول لحضرتك عليها. وتحياتي لكم جميعا. وعلى فكره نهاوند بيقول لك بقى انا زودت بدل 20 دقيقه رياضه خليتهم 30 دقيقه رياضه. انا فاكره معاذ امبارح او اول صح لما بعت لنا قلنا له بتمارس رياضه قد ايه؟ قال 20 دقيقه. قلت لك طب زود 10 دقائق. برافو عليك 30 دقيقه كويس. كيفيه القضاء على الكرش؟ طيب احنا الرجاله كلها لا هي مشكله على فكره ستات ورجاله، بس يمكن الستات دلوقتي بقت بتاخد بالها من جسمها والكلام ده كله، بقت واخدين بالها اكتر بكتير. لا احنا كنا زمان ما بياخدوش بالهم خالص من جسمهم، احنا دلوقتي كل واحده ست لا عايزه تبقى في احسن صوره. ده حقيقي. بالنسبه للرجاله اكتر حاجه بالنسبه لهم التدخين، يعني فكره التدخين دي مشكله كبيره جدا. التدخين بيعمل ووتر ريتنشن عادي. ايوه ده حقيقي. عايزه الكاميرا تيجي يعني على حقيقي جدا. انت عامله ايه يا دكتوره؟ انا كويسه الحمد لله. يا ستي دي افه غير طبيعيه ورا اسباب يعني كتير لمشاكل كتير قوي الحقيقه، يعني ده حقيقي. بس هي التدخين دي مشكله اصلا عشان هو بيعمل ووتر ريتنشن عادي. واكتر مكان ممكن يحصل فيه ووتر ريتنشن موضوع البطن، احتباس للميه. ثاني حاجه الكافيين بكل انواعه، يعني الكافيين حتى الشاي الاخضر ده فيه كافيين. لا مش معقول كده، يعني الشاي الاخضر فيه كافيين. فاحنا القهوه احنا قلنا فنجان واحد قهوه في اليوم ده المفروض، ده المعرف عليه ان احنا ناخد فنجان قهوه واحد، هو ده الطبيعي. النسكافيه النسكافيه جولد الحاجات بقى التانيه دي كلها بالظبط كده. المنتجات كمان الجديده المصنعه دي اصلا بتعمل مشكله كمان في الكبد والكلى، يعني ان هو هتحرمينا من الكافي. لا مش بحرم حد، مفيش حاجه اسمها حرمان. امال ايه؟ في حاجه ان انا بقنن الحاجه، يعني انا لو باخد مثلا 3 نسكافيه انا دلوقتي عايزه اخس بطني فممكن اخد 2 بعدين ابتدي اقللها. يعني بيعمل بطن فعلا؟ ما هو ده كافيين. قهوه مصنعه، هي اي حاجه مصنعه مشكله. اوكي فهمتك. فيعني وطبعا الرياضه بما انه بيلعب رياضه ممكن نركز على رياضه البطن دي هتفرق كتير. ما ناكلش الحاجات المخبوزات دي برضو بتعمل بطن.
السكريات يعني الكرواسون وال عيش والحاجات دي ممكن تكون اصلا بالكالوريز بتاعتك طول اليوم والمقرمشات دي ممكن تكون بالكالوريز بتاعتك طول اليوم والمقرمشات يا دكتورة يعني انجي استني طيب بتنهار منك يا دكتورة انت مش واخده بس انت كل شويه بتسحبي منها حاجه صح انا حاسه كده يعني بصي مش المفروض ان احنا نكون بناكلها كتير انا وبابايا احنا نهار انا وبابايا يعني لازم الصبح نقعد مقرمشات مع بعض يعني طب يعني لو بتاكلي مثلا خبر سيء جدا لو بتاكلي منها مثلا 3 سيرفينج يعني 3 مثلا بسكوتات ممكن تخليهم 2 يعني واحده بالظبط كده هو ده اللي انا اوريدي بعمله مع اي بيشنت بيجي لي واحده كده عشان خاطر ما يجيش من قله الجوع من قله الاكل ماشي يا دكتورين انت رجتيها جامد قوي اوكي انا حاسه ان النسكافيه راح منها والبسكوت والمقرمشات راحت منها يعني انا شايفه اخر الحلقه تقريبا مش هتاكلي حاجه حقيقي كده نكمل طيب اسئله طيب. عبد الرحمن بيسالك سؤال انا نفسي كمان حابه يعني استفيد من اجابتك عاوز اعمل جسم رياضي ونظام اكل يخلي جسمي حلو وصباح الخير عليكم فدي نقطه يعني ايه اللي ممكن فعلا الواحد يعمله من غير ما يمارس رياضه برضو بشكل يعني قوي لان مش كلنا يعني انسان عادي مش كده طيب احنا المفروض ان احنا الاول نحسب السعرات بتاعتنا عشان نعرف احنا المفروض نكون بناكل قد ايه وعلى اساسها بشوف الوزن اللي انا عايز انزل في الوزن ولا مش عايز انزل اولا اللي بنقيسها ان احنا بنكتب وزننا تايمز 25 بالظبط كده وحضرتك تعرف الاجابه اللي هتطلع ان هي دي عدد السعرات اللي انت لازم تدخلها يوميا بالظبط دي نقطه اولى اوكي دي وبعد كده تبتدي تقلل منها لو انت عايز تنزل في الويت بتاعك تمام دي اول حاجه طيب احنا تقريبا بينزلنا قد ايه لو انا نزلت من 500 كالوري ل 1000 تقريبا بينزلني من نص كيلو لكيلو بس ما بينزلنيش اكتر من كده نعمل نشرب ميه كويس جدا احنا عندنا مشكله في الميه رهيبه عندنا في مصر محدش فينا بيشرب ميه حقيقي فاحنا المفروض ان احنا نزود ميه المفروض ده كل 20 كيلو موجود في الجسم قدامه لتر ميه انا بتكلم مهني مش بتكلم يعني الكلام ده كله اللي احنا بنشتغل فيه مهني طلعت ازاي من ايكويشنز كتير احنا اوريدي بنعملها بس يعني ده تقريبا اللي بيمشي مع معظم الناس اللي هو كل 20 كيلو بنشرب لتر ميه يعني مثلا لو احنا 60 المفروض نشرب 3 لتر ميه ده المفروض ان احنا في ايه يا كريم خزان لازم نشرب خزان لازم نشرب ناس هتخش على خزان فعلا يعني طيب انا معلش انا اسف جدا لما قطعت حضرتك بس احنا لازم نطلع فاصل وهنرجع مره ثانيه نكمل كلامنا واسئلتنا مع الدكتوره انجي اتفضل حديثنا مستمر مع دكتور إنجي أخصائي التغذية العلاجية وأسئلة حضراتكم كتير هنحاول بقى في خلال 10 دقايق المتبقيين يعني نحن نجاوب عليهم نبدأ بأمو مازن عوادي دكتور إنجي إيه الأكل اللي يزود الجسم ويخليه رياضي الناس كلها ربطة التغذية بالرياضة ودي حاجة حلوة احنا كنا قبل كده اصلا ما عندنا يعني فكره الرياضه ما كانتش موجوده ده حقيقي احنا دلوقتي بقينا كلنا نعمل رياضه احنا المفروض نعمل رياضه قد ايه اصلا المفروض ان احنا لينا 20 دقيقه كل يوم المفروض نعملها 20 دقيقه دي احنا ممكن نعملها في البيت ممكن الست وهي بتطبخ تحرك رجليها في مكانها فهي كده بتعمل رياضه عن المجهود الطبيعي بتاعها ممكن بتتمشى في طرقه البيت تتحرك شويه ممكن نلعب نط الحبل في البيت يعني الرياضه مش لازم ان انا انزل لحد الجيم عشان انت كنت قلتي لي طب اعمل ايه لو انا ما عنديش وقت والكلام ده كله فانا ممكن اعمل كده طيب انا لو عايز ازود جسمي كويس جدا بزود البروتين بقلل النشويات وباكل دهون صحيه اقلل النشويات فعلا او ده فكر مغلوط عند ناس كتير ان احنا عشان نزود وزننا مكرونات بقى ورز وحاجات زي كده هو انت قلتي لي اقلل صح واعمل جسم رياضي صح انا لا السؤال اللي فات ده عايز يزود لا السؤال الاخير ده يزود اللي قبليه كان يقلل لا يبقى انا هتعامل عادي ان انا المفروض باخد نشويات من 55 ل 60% نشويات في الطبق في الكالوريز بتاعتي طول اليوم وباخد من 20 ل 30% بروتين وباخد اخر حاجه اللي هي الدهون الصحيه اللي هي تقريبا بتبقى من 15 ل 20% اللي فاضلين في الكالوريز بتاعتي لكن لو انا هزود انا برضو بزود بروتين شويه ما بقللش بقى النشويات انا كنت بتكلم على تقليل النشويات في فكره ان انا لو عايز اخس انا كنت فاهمه ان هو عايز اخس ويعمل جسم رياضي اوكي بس لكن اكل برضو النشويات اللي هي النشويات المركبه مش البسيطه مش الدقيق الابيض ومش السكر الابيض اكل اللي هي الحبوب الكامله اللي هي الدقيق الاسمر بتاعنا الشوفان الفاكهه والخضار دي كلها نشويات مركبه هي دي اللي انا بعتمد عليها في النشويات بتاعتي تمام طب كويس ان حضرتك يعني ابتديت الكلام في النقطه دي لان في سؤالين لو تسمحي لي هدمجهم لك مع بعض سؤال من استاذ محمد رأفت
وسؤال من الاستاذ محمد اشرف. سؤالهم هما الاثنين بيدور حوالين الاكلات المفيده اللي بتدي طاقه، ده الجزء بتاع استاذ محمد رافت، والجزء الثاني بتاع استاذ محمد اشرف ليه علاقه بالاكلات اللي بتقوي جهاز المناعه، ودي نقطه مهمه جدا طالما ان احنا بنحيا في زمن كورونا. ده حقيقي. بالنسبه لاول حاجه اللي هي الاكلات اللي انا المفروض تديني طاقه، النشويات هي اساس الطاقه في اي حاجه، يعني احنا المخ بتاعنا بيتغذى على الطاقه بتاعته عن طريق النشويات اللي هو الجلوكوز اللي هو بيتحول في الاخر في الجسم عندي اللي هو جلوكوز. طيب انا النشويات زي ما انا قلت ان احنا بناخد النشويات المركبه، ما ببعد خالص عن النشويات البسيطه، يعني اللي هو السويتس والكلام ده كله واللي هي السكريات الحلويات دي بالنسبه لي نشويات بسيطه، بتعلي الانسولين فجاه، بتعلي الجلوكوز في الدم، بتعلي الانسولين فجاه وبتخلي الدهون تتكون جوه الجسم، فبالتالي انا بزيد في الوزن. لكن النشويات اللي هي المركبه بتخلي دايما الجلوكوز بتاع الدم ستيبل، فالانسولين بيكون ستيبل، فبالتالي ما بيحصلش بيكس للانسولين، فما بيحصلش ان انا ازود فاتس جوه الجسم. انا عندي حتى كمان فواكه كتير مسكره، يعني احنا عندنا التمر، الموز، مفيش حاجه ممنوعه في الاكل، مفيش حاجه في الاكل الصحي اسمها ممنوع. ممنوع الموز، ممنوع البلح، المانجا، لا خالص احنا مش ممنوع، بس هناخدها بكميات قد ايه على حسب يعني السعرات بتاعتي، يعني 3-4 مانجات في اليوم. 3-4 يعني ازاي؟ يعني مين اللي جاله قلب يمنع المانجا؟ يعني عشان بيقولوا ان هي موالح، من الفواكه اللي هي الموالح. ممكن اقول لك حاجه، في بتقولي مانجايه مثلا، اوكي في بقى مانجا قد كده وفي مانجا قد كده وفي مانجا قد كده، هو دي عادي صغيره. مش انت اللي قلته هو مانجايه واحده واحنا أيوة ماشيين؟ بس احنا لحد كام هي المانجا عامه تقريبا السعرات بتاعتها بنتكلم في كام؟ من 150 تقريبا ل 250 على حسب هي الحجم بتاعها ماشي ازاي. احنا دايما بناخد بنحسب على التفاحه المتوسطه، يعني اي حاجه بناكلها بنحسبها على التفاحه المتوسطه كسناك. والله كده كتير يعني والله العظيم يا دكتوره، يعني يا انجي خلاص كده كفايه. الحكايه يعني مش كتير بس يعني الى حد ما معقده برضو، الواحد يحسب ازاي الاكله نفسها ليه يعني؟ دلوقتي جوجل مليان كل السعرات، يعني انا لو عايز احسب سعراتي وانا قاعد في البيت هعرف احسبها، ولو عايز اعرف كل اكل السعرات بتاعته قد ايه في ابلكيشنز كتير نازله، ابلكيشنز كتير فعلا بتحسب السعرات. عايزين نعين حد والله، يعني ده يعني موجود معين حد يحسب لنا عشان حد ياكل لك يعني. طيب انا يعني الوقت بيجري، بس في ناس يعني مثلا يوسف خالد هو بيقول ان هو اللي فاز معانا قبل كده، ازيك يا استاذه نهاوند استاذ كريم، انا اللي كسبت معانا كان البوم الاهلي، انا بحبكم جدا ومتابعكم كل يوم، وايه المأكولات اللي بتقوي الجسم؟ هنقرا كده كذا تعليق وبعدين اسيب لحضرتك عشان ما بقاش نسينا حد. احنا فاكرينك طبعا يا يوسف، وعلى فكره يوسف فعلا بيتابعنا كل يوم، انا بشوف على تويتر دايما بيبعت. بص حتى صوره البروفايل ده يوم ما كان عندنا في هنا في الاستوديو وكان بيستلم الالبوم بتاعه، هو جميل، وكان بابا جايبهم كمان هو اخوه الصغير يستلمه. ناس جميله، الناس دايما بتحب تتابعك. بصي انا هقول لك برده هنا، واحده اسمها ساره بتقول انا لعيبه جمباز، في اكلات معينه لتقويه الاعصاب ونظام اكل اليوم البطوله عفوا. وفي ابراهيم اسماعيل بيقول صباح الخير، انا طولي 167 وزني نزل من 68 ل 62، مش عارف ارجع وزني، ايه النصايح اللي حضرتك يعني ممكن تساعديه بيها؟ طيب هو كان كريم قال لي الكورونا ضمنيا على الجزء ده على حته يعني. اللي هو ازاي يزود الوزن بتاعه والكلام ده، نتكلم على موضوع الاكلات اللي هي المفيده اصلا بتاعت الكورونا. احنا الايام دي موضوع كورونا طبعا ان احنا نكون بناخد حاجات فيها فيتامين سي، واحنا عندنا الفواكه كتير قوي، يعني عندنا والخضار زي الليمون، عندنا الجوافه، اليوستفندي، البرتقال، كل الموالح، المانجا، كل الحاجات دي كلها احنا ممكن ناخدها. نزود كمان فيتامين اي، وده موجود في الطماطم عندنا، موجود في السبانخ. نزود الزنك بتاعنا، الزنك ده موجود اكتر حاجه في اللحمه الحمراء، بس ما احنا ناخدش كميه كبيره من اللحمه الحمراء، يعني كل ما زودناها برده بتاثر علينا صحيا اوريدي. المكسرات برده من الحاجات اللي فيها زنك. ناخد اوميجا 3 عن طريق ان احنا ناكل سمك كويس، التونه دي من الحاجات، زيت الزيتون، بذور الشيا، بذر الكتان، دي من الحاجات اللي فيها اوميجا 3 كويس. فيتامين اي عن طريق ممكن نشرب كوبايه شاي اخضر، دي بالنسبه لي عشان هو مضادات اكسده، دي من الحاجات اللي احنا بما اننا في الكورونا الايام دي نشرب ميه كويس جدا. ناخد معلقه عسل وعليها كوبايه ميه، دي اوريدي اصلا وزاره الصحه يعني قالت عليها ان احنا ناخدها. ميه دافيه ولا ميه؟ ميه دافيه وعليها معلقه عسل. احنا بناخدها ليه؟ علشان هي بتنقي المسار التنفسي، وطبعا معلقه العسل اوريدي هي شفاء للناس، فطبيعي ان هي من غير حاجه فيها فوائد كتيره قوي ان احنا ناخدها.
دكتوره انجي الله ينور عليكي، انت يعني افدتينا جدا بوجودك معانا، وبشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي على خير قريب مره ثانيه باذن الله. كده الحلقه والبرنامج الاسبوع كله خلص يا ست الكل، فرصه سعيده جدا اتشرفت بحضرتك. هنشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. كان اسبوع يعني اعتقد كان جميل، كان اخبار مختلفه، وحاولنا كمان ان احنا نقدم لحضراتكم فقرات وضيوف مختلفين. ابعتوا لنا لو حابين برضو يعني تقولوا لنا كده عايزين نستضيف مين او مواضيع معينه نتكلم عنها. وهنوعدكم كمان ان فقره ان شاء الله النوستالجيا مع محمد صادق هيكون معانا كده شكل فيها مختلف ان شاء الله الاسبوع الجاي. على كل حال الاسبوع والحلقه خلصوا، هنشوفكم انا وكريم ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي.